أرحب بكم بهذه الجلسة لإلقاء الباحثين وحضور المشاركين فيها في المؤتمر الثاني لاختصاصي المعلومات والمكتبات. وليضيق الوقت حقيقة حتى راح جزء من الوقت، يمكن بعض السي في إذا كان مطول حختصر عذرا من الباحثين. إن الباحث الدكتور عمار الأستاذ ما موجود، الباحث الأول حيكون محمد خلف حسن، والباحث الثاني أحمد خزعل سالم، والباحث الثالث نجلة محسن خلف. شرفنا يعني أن أقدم أن أكون أمام حضراتكم وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك وحضر في هذا المؤتمر، وأنه لشرف لي كبير أن أقدم بحثي أمامكم وأمام جنابكم الكريم. صراحة عنوان بحثي محركات البحث بين التعريف والأنواع ومحددات الاستخدام. للطالب محمد خلف حسن والدكتور عمار عبد اللطيف زين العابدين، هذه الدراسة هي معالجة لموضوع محركات البحث، لأن محركات البحث تسعى إلى تنظيم مصادر المعلومات، حيث يسعى الباحثون للوصول إلى المعلومات بأيسر الطرق وأسهلها. فالمعلومات كما لا يخفى عنكم بدأت تتزايد بشكل كبير، فيجب السيطرة عليها، وأن محركات البحث هي الوسيلة الأفضل لتنظيم وترتيب هذه المصادر والمعلومات. هذه الصفحات والمواقع ايضا اخذت الازدياد بشكل مأخوذ. محركات البحث تاخذ بدورها السيطره على هذه الصفحات والمواقع من خلال تنظيمها وترتيبها وتصنيفها. بالنسبة للمنهج الذي ارتاع إليه الباحثان فهو منهج ورقي، لأن البحث هذا هو جزء أو مستند من رسالة ماجستير قيد الإنجاز، وهو الأفضل لهذا النوع من المعالجات. بداية أن أدوات البحث عن في الإنترنت هي أربعة، من ضمنها البوابات والأدلة ومحركات البحث ومحركات البحث البيانية. وموضوع دراستنا هو محركات البحث، حيث أن محركات البحث لها أنواع وفق آلية عملها والمحتوى الذي تقدمه، وهي على أربعة أنواع: محركات البحث الأجنبية، ومحركات البحث المتعددة، ومحركات البحث الذكية، ومحركات البحث المتخصصة. وهناك تصنيف آخر ما موجود هنا، محركات بحث الوساطة المتعددة، والذي هو محركات بحث الصور والفيديو والصوت. أن لهذه المحركات مزايا عديدة، نورد البعض منها لضيق الوقت. أن محرك البحث موقع تم بناؤه اعتمادا على الآلة أو البرامج الآلية وليس على العنصر البشري، ويتم التحكم به عن بعد. هناك عدة أساليب يتم اتباعها لتحقيق أعلى دقة في استرجاع المعلومات، لأن كما ذكرنا أن محركات البحث أو في الإنترنت يوجد هنالك المعلومات الغنية والرخيصة، فهنالك أساليب متعددة يجب اتباعها حتى يحصل المستفيد أو الباحث على أفضل نتيجة وعلى معدل دقة عالي. أولاً استخدام مصطلحات متعددة. ثاني استخدام علامة الجمع. فإذا نعطي مثال، يريد شخص ما البحث عن مصطلح أو كلمة المطاعم في كربلاء، ويريد أن يحصل على معلومات المطاعم في كربلاء فقط، فيجب عليه أن يكتب في مربع البحث المطاعم زائدا كربلاء حتى يحصل على نتيجة مطاعم كربلاء فقط، ولا تعطي له نتائج محركات فقط أو مطاعم فقط والكربلاء فقط. والأداة الثانية استخدام علامة الطرح أو العفو الثالثة.
استخدام علامة الطرح نفس يريد شخص الحصول على نتيجة خلينا نقول مثل مثلاً نعطي مثال الحصول على التكنولوجيا بدون الهواتف، لا على جميع التكنولوجيا بس باستثناء الهواتف ما يريد يحصل على النتيجة، فيعطي نتيجة تكنولوجيا ناقصاً الهواتف، فبهذا سوف يحصل على جميع المعلومات التي تحتوي على التكنولوجيا بدون الهواتف. أما الأداة الرابعة استخدام علامات التنصيص عندما يريد أن يحصل على معلومات المصطلحات كاملة، يعني لا يريد أن يحصل على كلمة واحدة وكلمة ثانية واحدة، يحصل على معلومات ثانية، لأنه دائما يعطي في أول نتيجتين أو ثلاثة الكامل، أما في الرابع والخامس يعطي على أول كلمة أو ثاني كلمة، لا يعطي على المصطلح كاملا. فعند استخدام علامات التنصيص مثلا تكنولوجيا الهواتف يضعها داخل علامة التنصيص، سوف يعطيه تكنولوجيا الهواتف كاملة ولا يعطي التكنولوجيا واحد والهواتف واحد، وبإمكانه أيضا المزج بين كل هذه العلامات. إنه حركات البحث لها صفات وخصائص تتمتع بها، هي صراحة كثيرة ولكن في ضيق الوقت سوف نذكر البعض منها. هي أداة الوحيدة التي تسمح بإمكانية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النصوص المنشورة على الإنترنت، وأن عمليات التحديث تتم بشكل مستمر على المواقع والصفحات، وأنها ينتج عن إضافة مواقع جديدة إلى الكشاف والتي يمكن أن تخدم المستفيد، وتعتبر عملية التحديث من أهم معايير الجودة عند اختيار حركة البحث. وأخيرا إمكانية البحث بطريقتين ونمطين، البسيط والمتقدم، وهذا متوفر دائما في المؤسسات، مؤسسات المكتبات والمعلومات. هناك بالرغم من جميع الفوائد والمزايا والأهمية التي ذكرناها، على أنها يوجد كثير من المشكلات التي تواجه حركات البحث عند استخدامها من قبل المستخدم. فائض المعلومات حيث يحتوي على كميات هائلة من المعلومات، فيجب على المستخدم اتباع الوسائل التي ذكرناها قبل شوية اللي هي الجمع والطرح حتى يحصل على النتائج المرضية أو التي يحتاجها فقط. صعوبة تقييم المعلومات، لأن ليست كل المعلومات المتوفرة صحيحة أو موثوقة، مما يؤدي إلى حصول معلومات مضللة وكذلك أو خاطئة. اختصار الوقت، الخصوصية في جمع البيانات، تجمع محركات البحث كمية هائلة من البيانات عند مستخدميها، بما في ذلك سجلات البحث والمعلومات الشخصية. هناك أساليب التغلب على المشاكل التي تم ذكرها، البعض منها سنذكر. العنوان الرئيسي، حيث يجب أن يشتمل العنوان الرئيسي على كلمة البحث المستهدفة ويشير إلى محتوى الصفحة لزيادة نسبة زيارة الصفحة، فإنه كما هو معلوم كلما زادت نسبة الزوار الصفحة سوف تظهر في الخانة الأولى. وصف الصفحة، يجب أن يتم إعطاء وصف كامل وشامل للصفحة وليس وصفا مختصرا. رابط الصفحة URL البيج URL يظهر أيضا رابط الصفحة في نتائج البحث، ويسهم مثل عنوان ووصف الصفحة في إنشاء وصف مختصر لمحتوى الصفحة من خلال 4 أو 5 كلمات على الأكثر. الروابط الداخلية والخارجية، فإن وجود رابط داخلي وخارجي والمواقع رابط خارجي موضوعات تعتبر ذات صلة. في الختام، هنالك يدرج البحثين نصائح التغلب على المشكلات التي تواجه المستفيدين. من هذه النصائح استخدام مهارات البحث الفعالة وتقييم مصادر المعلومات، ويجب المحافظة على خصوصية الشخص، فاستخدام إعدادات الخصوصية المتوفرة في محركات البحث الجوجل من خلال الإعدادات. كن واعيا ولا تتحيز، تعرف على وجهات نظر مختلفة من خلال البحث عن مصادر متنوعة للمعلومات واستخدام محركات بحث مختلفة وكذلك المقارنة بين هذه المحركات البحث. وشكرا لحسن إصغائكم. شكرا للباحث. بس عندي ملاحظة، يعني من خلال العرض وصلت انه اهداف بحثك هو التعرف على مفهوم محركات البحث واجزاء، تمام، والتعرف على ادوات المستخدمه في البحث عن المعلومات، والتعرف على انواع محركات البحث ومحركات خاصه و...
وأهم الصفات والخصائص التي تتصل بها محركات البحث، وأهم الضوابط والتعليمات التي يجب اتباعها لتحسين أداء محركات البحث. تم ذكرها في البحث كامل، يمكنكم مراجعة الكتاب الخاص بالمؤتمر. شكرا جزيلا للباحث، حقيقة ويا الوقت المخصص واستطاع أن يلتفت خلاصة وكان واضح يعني معلومات البحث. شكرا جزيلا. والآن إلى الباحث أحمد خزعل سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور، السادة الكرام، أنا وسهلا بكم في بحثي الموسوم اللي هو تكنولوجيا الواقع المعزز وإمكانية تطبيقها في المكتبات الجامعية، وأخذت نموذج اللي هو المكتبة المركزية ودرسنا اللي هي الموظفين اللي موجودة بهم، من خلال طبعا كبداية انطيناهم محاضرة عن ما هي الواقع المعزز، لأن تعرفون يعني تقنية الواقع المعزز أي شخص من يسأل عليها لازم تنطى فكرة كاملة على التقنية حتى يعرف من خلال الاستبيان الموظف الفقرات مالته اللي راح يجاوب عليها. فعلى هذا الأساس يعني احنا طبيعة الحال أنه فعلى هذا الأساس اعتمدنا أنه دائماً الجانب العملي هو ما يكون أهم من الجانب النظري، لأن الجانب النظري مجرد هو عرض لما كتبه المؤلفون أو ما كتبه الباحثون، بل الجانب العملي اللي هو راح يوضح لنا المشكلة والحلول لها لهذه المشكلة. ولهذا طبعاً احتشعون أنه الملخص مالتي كله راح يدور حول الإطار العام للبحث، وكذلك اللي هي النتائج والتوصيات اللي توصلها أو بعض النتائج والتوصيات. اما الجانب النظري يعني مجرد احنا راح ناخذ اللي هو مفهوم تكنولوجيا الواقع المعزز. احنا بالاونه الاخيره اللي هي ظهر الواقع الافتراضي وبعدين جانا الواقع المعزز. الواقع المعزز راح يكون المزيج ما بين الواقع الافتراضي وما بين الواقع الحقيقي. طبعا هاي بشكل عام يعني مثل ما نلاحظ اغلب الدول حاليا اللي هي من تروح خاصه الاوروبيه وهذه كلها تتوح عليها تغشى عنه بالبدايه كتعريف ينطوك اياه من خلال مجسم يعرفك على الدائره اللي تفوت بها او على المتحف على سبيل المثال. فاحنا هاي التقنيه حتى نسخرها في مجال المكتبات راح نسخرها اللي هي في مجالات معينه اللي هي كيفيه الاستفاده من الكتب الموجوده على الرفوف، وبنفس الوقت راح يسهل للمستفيد الوصول لها، وراح نستغني ايضا اللي هي عن الاجراءات التقليديه المتبعه كالاعاره وبطاقات الاعاره، مجرد انه راح تكون الرفوف كلها مفتوحه للمستفيدين، ويستطيع المستفيد بمجرد انه استخدام هذه التقنيه او احدى التطبيقات اللي موجوده بها راح يتعرف على موجودات الكتاب من خلال اللي هو المسح فقط على كعب الكتاب من خلال استخدام احد التطبيقات الخاصه بها. ولهذا مثل ما موضح امامكم بانه الواقع المعزز راح يكون عندنا مزيج ما بين البيئه الافتراضيه والحقيقيه، يسمح للمستفيد ان يرى العالم الحقيقي مع الاجسام الافتراضيه اللي قد احنا نضيفها لكل خدمه. يعني على سبيل المثال اي كتاب احنا من نريد او من نريد العفو شوي بالمستوى حتى يجي عندي كلمات، فمن نريد انه نروح نتعرف على موجودات اي كتاب مجرد راح نجي بالموبايل او الاجهزه المحموله على سبيل المثال، لان يعني الواقع الافتراضي راح يكون بها الجهاز محمول بالجيب او من خلال اللي هي الموبايل او الجهاز اللوحي اللي احنا نسمينه، فهذه كلها راح نطيق نستخدمها في حال او راح نقدر نستخدمها في حال انه نستفاد من هذا الكتاب. فبدون ما نقلب محتوى هذا الكتاب اي نقره او اي مسح على الباركود اللي هو الخاص راح يعرض لنا كل الموجودات الخاصه بالكتاب بدون تدخل طبعا اي شخص او اي موظف في سبيل وصول هذا الكتاب. فهذا اللي هي بشكل عام التعريف الخاص والواقع المعزز وكيفيه استخدامه في ابسط اللي هي الاعمال الموجوده في المكتبه. إذا نجي طبعا هون عندنا اللي هي المشكلة الدراسة، طبعا نبعت مشكلة الدراسة من خلال انه تواجد هذه الخدمة او تواجد هذه التقنية العفو وكيفية توظيفها في المكتبة، بس على هذا الأساس انه لازم اكو مشكلة معينة نحاول احنا ان ندرسها حتى الموضوع عندنا لا يشعب ويكون مخصص في مجال اللي هو عندنا معين. مثل ما وضحنا معكم انه بما انه
تقنية جديدة، فلازم ندرس في البداية المتطلبات مالتها حتى يتعرف كل شخص بينا أو كل شخص اللي هو موجود المكتبة أنه لازم عنده سلسلة اللي هي من التقنيات حتى يطيق اللي هي دراسة الجدوى، حتى يتعرف اللي هي على السلسلة الموجودة عنده من التقنيات اللي يحتاجها حتى يطيق أو يقدر يوظف اللي هو هذه التقنية. وكذلك الدوافع اللي احنا ننطينه هي على اساس انه نشجعه حتى يطيق يقدر، طبعا هاي كلمه دائما اللي يطيق، فاذا يطيق يعني يقدر، هاي عندنا، فحتى يقدر انه يوظف هذه الخدمه بالمكتب. وكذلك اخر شيء اللي هي التحديات، لان احنا كلنا نعرف ماكو تقنيه ما يواجهها تحديات، سواء كانت تحديات اللي هي شخصيه او بشريه، او تحديات اللي هي سواء كانت متعلقه بالبنيه التحتيه، او كذلك اللي هي ايضا التقنيات اللي قد ما تكون متوفره عندنا. اهميه الدراسه، طبعا تنبع اهميه الدراسه من خلال اللي هي التعرف على ماهيه تكنولوجيا الواقع المعزز واهميته بشكل عام بالمكتبات، وما راح تقدم لنا هو اللي هو من وظائف جديدة، من خدمات جديدة، من تسهيلات في الإجراءات الفنية اللي هي كلها قد تجري بصورة تقليدية في المكتبة. الأهداف الدراسة، أهداف الدراسة راح تكون اللي هي التعرف على تكنولوجيا الواقع المعزز، هاي كلها كنا تناولناها اللي هي بالبحث اللي نشره، واللي حضراتكم كلكم أخذتم المجلدات الخاصة بالبحوث المنشورة. وكذلك التعرف على أهمية تفعيل تكنولوجيا الواقع المعزز اللي هي خصصناها فقط بالمكتبة المركزية لجامعة الموصل، والتعرف على أهم المتطلبات الواجب توفرها، وكذلك اكتشاف اللي هو التحديات اللي قد تواجه تطبيق هذه التقنية. حدود الدراسة، أساتذتي كلكم تعرفون أنه لازم أي دراسة بها حدود معينة حتى الباحث لا يتشتت، وبنفس الوقت المستفيد من البحث لا يتشتت بالموضوعات، بل يكون عنده أنه مكان معين، موضوع معين، وسنة دراسية معينة. فعندنا هون تكنولوجيا الواقع المعزز، الحدود المكانية اللي احنا فقط أخذنا كنموذج المكتبة المركزية في جامعة الموصل، لأن كلتنا نعرف أنه الإمكانيات الموجودة في جامعة الموصل أو المكتبة مالتها تختلف عن الإمكانيات اللي قد تكون موجودة في الجامعة المستنصرية أو جامعة البصرة. فعلى هذا الأساس احنا درسناه، وطبعاً اللي هي الحدود الزمنية من 15/6 أو العفو من 1/2/2024 إلى 15/6/2024. المنهجية طبعاً اللي اتبعناها بهاي الدراسة انه وزعنا الاستبيان على الموظفين، طبعا بالغ عددهم 75 موظف، بس بطبيعه الحال احنا انتقينا اللي هي عدد الموظفين، لان كل الموظفين ما يعني اغلبهم خاصه التعيينات القديمه راح يكون لحد الاعداديه فما دون اللي هو يشتغلون بالمكتبات واللي ما زال يعني متواجدين عندنا، صح عنده الخبره في الاجراءات التقليديه، ولكن كواقع معزز او تقنيه يعني ما عنده ذيك الخبره، من خلال طبعا اللي هي التواصل المباشر معهم، بحيث لي حدث اغلبهم حتى الحاسب الالي ما يعرف يستخدمه. فعلى هذا الاساس احنا استبعدنا تقريبا 13 اللي هو من عينه الدراسه مالتنا، بغض النظر عن اللي هي ال 15 نسخه المفقوده واللي ما رجعوا لنا اي جواب عنها، او قد طلعت انه اختاروا اكثر من اجابات، لان بعض الفقرات تكون محدده اما انه اوافق او لا اوافق، فاكو بعضهم يعني كان هم الاجابات. على هذا الاساس استبعدنا ال 15، واستبعدنا اللي هي 13 موظف عندنا اللي هو اعداديه فما دون، حتى نطلع بنتيجه موحده اللي هي اعتمدت على خريجي الدبلوم فما اعلى، يعني وصولا الى الدكتوراه. وعلى هذا الاساس انه تخشعون الفئات اللي اخذناها كلها موضحه بالجانب العملي اللي قد درسناه، المحاور الخاصه باسئله الاستبيان قد تطول، ولكن احنا اختصرنا لكم هي بالاربع محاور، كل محور بينه ما يقارب اللي هي 8 اسئله، فيعني نوعا ما راح يكون العرض طويل لو عرضناها كلها. فاول شيء البيانات الشخصيه اللي اعتمدنا على اساسها في عمليه انتقاء العينه مالتنا واستبعاد البقيه، عندنا المتطلبات اللي هي التوظيف اللي هي بنية تحتية، ميزانية، يعني إلى آخره من اللي هي متوفرة بالمكتبة واللي قد إحنا نطمح موجودة بالمكتبة. المحور الثالث اللي هو آلية التفعيل الخاص بالتكنولوجيا الواقع المعزز، هاي طبعا اللي إحنا النقاط اللي اقترحناها الخاصة بالآلية واللي كتبناها على شكل 8 فقرات أو 9 فقرات، واللي جاوبوا عليها اللي هي العينة مالتنا. دوافع التبني، يعني هاي دوافع التبني انه هي على سبيل المثال هل سهل عمليه الاجراءات الفنيه؟ بس ما التقنيه هون يعني دوافع تبني التطبيق. واخر شيء اللي هي التحديات
طبعا من يعني التحديات اللي صدمني لي حد هسه انه يعني اغلب الموظفين لي حد هسه ما يقدر يدخل التقنيه على مود يحل المكان، يعني لي حد هسه الفطر موجود لي حد هسه مثل ما راح نشوف هسه اللي هي بالنتائج والتوصيات مالتنا. طبعا تحليل اسئله الاستبيان اخذت بعض اللي هي النتائج اللي توصلنا لها انه 82 مجتمع دراسه اكدوا موافقتهم طبعا على ضروره توفر البنيه التحتيه، لان احنا بطبيعه الحال حتى لو متوفره البنيه التحتيه من واحد وحده سنه ما اكو فلوس يقول لك لا ما عندنا فلوس، تمام، يعني هذا واقع حال صاعدنا. كذلك عندنا اللي هي مخاوف مقاومه العاملين بالمكتب من احلال تكنولوجيا الواقع المعزز والاستغناء اللي هي عن مهامه، خصوصا انه احنا من ضمن الدوافع اللي ذكرناها انه الواقع المعزز يعني راح يتيح الرف مفتوح للطالب او المستفيد، يعني راح يصير كله على شكل تطبيقات ومن خلال التطبيق يطيق المستفيد يستفاد، او من خلال اللي هي عندنا القراءه او المسح من خلال التليفون راح يطيق يتعرف لك على كافه الموجودات من الكتاب. فهوني موظف الاعاره قد يحس انه هو اذا طبقت هذه الخدمه راح يستغنى اللي هو عن الدور مالته. فعندنا النقطة اللي هي الثالثة، لا زالت بعض الإجراءات الإدارية اللي هي دائما الإجراءات الإدارية راح تكون عندنا عائق. الإمكانية رفع وتعزيز طبعا قيمة المكتبة، وهذا ما أكده اللي هو 93، يعني حتى بعض النتائج احنا يعني حللناها راح نشوف انه هو صح يقول 93 من العين أكدوا قيمة المكتبة، ولكن بنفس الوقت منتجون على 82% انه منهم ما موافقين اصلا يطبقون اللي هي عندنا التقنية. فيعني او العفو توفر البنيه التحتيه، فاكو تفاوت ما بين النتائج وكانما بعض الفقرات انه هي ما تقطع مثل ما يقول عقله فيقول لك لا خليه يجاوب عليها بالرفض. عندنا النتيجه الاخرى اللي هي امكانيه تقديم خدمات متميزه لذوي احتياجات الخاصه، هو الهدف الاساسي طبعا من الواقع المعزز انه ذوي احتياجات الخاصه فاقدين البصر السمع يعني المعوقين هاي كلها انه هي قاعد تفيدهم واللي اكدوها 80%. احنا مع الاسف يعني خدمات ذوي الاحتياجات الخاصه مجرد انه بس يستغلون انه المصاعد يسوي بالمكتبه قد يكون او الدرج اللي هو هاي فقط اللي قد تكون متوفره على واقع الحال، يعني صح لو ما صح انه بس هو الدرج هاي. تمام، ان او ستعزز تكنولوجيا الواقع المعزز الوصول السريع اللي هي اكدوا 85%. 89% مجتمع الدراسة يرون تطبيق تكنولوجيا واقع المعزز سيطور الإجراءات الفنية، لأن خاصة هون راح تكون عندنا تقنية اللي هي خاصة بالعثور على الكتب اللي قد توضع في غير أماكنها، لأن احنا من راح نجي نمسح عن طريق الأول باركود من نمشي بها، فالتسلسل اللي ما موجود قبل راح يعطيك إشعار أو يخلي على علامة إكس، لأن احنا هون بهي الحالة كوننا قاعدة بيانات لكل الرف، قاعدة البيانات من نجي من خلال اللي هو الجهاز اللوحي الموجود بالمكتبة ومن قاعد يمسح الباركودات راح ياشر لك على الكتب اللي هي غير متواجده، وهذا بنفس الوقت راح يخلصنا اللي هي من اليه الجرد السنوي اللي قد يقوم بها الموظفين ويجدون المجموعه مالهم، فالجرد راح يكون يومي مكان ما راح يكون عندنا اللي هو سنوي، وهون اللي هي عندنا ان وجود كوادر بشريه طبعا مناسبه اللي هي مدربه على الاجهزه، لان احنا بطبيعه الحال مثل ما طرقنا قبل شويه لي عدد الساعه اكو موظفين عندنا ما يعرفون يستخدمون اللي هي الحاسبات اللي صالها من تسعينيات القرن الماضي. عندنا التوصيات اللي هي زياده الوعي الكوادر العامله في المكتبات بما هي التكنولوجيا الواقع المعزز، وانا من عندي يعني طبعا اضيف زياده وعي الكوادر العامله اللي هي بالحواسيب او باستخدام الحواسيب، لان المبنى الاساسيه لاستخدام اي تكنولوجيا من يتعلم الحاسوب راح يستخدم اللي هي عندنا بقيه التقنيات. هون طمانه العاملين، احنا لازم هاي الطمانه مال العاملين لازم نمشي ومثل ما يقولون قيمورش عليها انه الحاسبه ما راح تجي تاخذ مكانك. ضروره وجود سياسات لوائح طبعا اللي تضمن خطه المكتبه حتى تتماشى مع التطورات الحاليه. ضروره نقل التجارب العالميه اللي طبقتها اغلب المكتبات يعني خاصه خارجيه والاستفاده منها. يدعم المسؤولين صناع القرار تطبيق تكنولوجيا الواقع المعزز. عندنا ضروره استفاده من تكنولوجيا الواقع المعزز لاجل التسويق اللي هي خدمات المكتبه ايضا، اللي قد تلاحظون ان اغلب المكتبات تتيح لك خدمه الاعاره بس مقابل اللي هي قد تكون اجور او تتيح لك هي من خلال اللي هي النقود اللي هي الالكترونيه. واخر نقطه عندنا اللي هي ضروره استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في التعرف على وجه المستفيد، هاي دائما حتى بالكاميرات اللي هي موجوده عندنا او حتى بالمطارات مرات من تفوت يعني على المطار راح تخشع اللي هي الكاميرات اللي تتعرف على وجه الشخص من خلال العينين او الملامح مالته،
هذا طبعا احنا كل ما يخص البحث مالنا بشكل مختصر ركزنا على الجانب العملي حتى بس نبين انه احنا اشتغلنا الجانب العملي بهذه الفقرات بعيدا اللي هي عن الجانب النظري اللي قد تلاحظونه موجود اللي هو في البحث المنشور في المجلد. وشكرا جزيلا لحسن إيصالكم وبارك الله فيكم. شكرا باحث احمد. وحقيقة يعني حتى أيضاً ما طول الآن شوية عندي نقاط اختلاف وعدم اتفاق ويا حضرتك. لا هو شوية شغلات هاي أعاني منها وأكيد الدكتورات عفون. خلاطة بين الأهمية والأهداف. الأهمية هي أهمية. نعم الأهمية هي أهمية بحثك للمجتمع للمؤسسة. وليس لكن اللي ذكرته هي أهداف وليس أهمية. هاي يمكن يعني واحد ملاحظة في الآخرين. وبالنسبة للجامعات وبالذات قلت مثل على المستنصرية، أنا مديرة المكتبة جامعة المستنصرية. مثل يعني لا مثل ترى الإمكانيات في كل المكتبات المركزية الجامعة نفسها. وحاليا هسه احنا دا نحسد المكتبة المركزية جامعة الموصل إجاها دعم دولي عالمي. يعني الفد شيء احنا دائما استاذ سيف نقول له نحسك بكل شيء ما صح. وان شاء الله احنا نتمنى يعني تكون مكتباتنا بهذا الشكل. انا صورت يعني مسوي كتجربة ما توقعت يعني دكتورة التجربة لازم متوفرة عندنا امكانيات حتى نقدر نسوي تجربة. ان شاء الله عندنا ايضا باحثة دكتورة نجلة محسن خلف وزارة النفط شركة نفط الوسط مواليد 1977 اذا تسمحين يعني شوي احنا تعرفون عنصر النساء ما اعرف اكو رهبه بالعمر من ينذكر لكن هذا ما موجود بالسي في. دكتوراه في علم المعلومات تقنيات المعرفه جامعه المستنصريه ماجستير في قسم المعلومات وتقنيات المعرفه ايضا جامعه المستنصريه كانت رسالتها امتياز عن جودة أرشفة المعاملات الرسمية في الشؤون الإدارية في الجامعة التكنولوجية. حقيقة أنا تمنيت يعني يذكر المشرف لأن هنا حق المشرف راح طالب الماجستير نعرف الفضل يعود إلى دكتور مؤيد فلا بد أن يذكر إن شاء الله صحة وعافية. أن أيضاً عندها صلاحية تدريس بتقدير امتياز 2019 محاضرة في كلية التقنية الوسطى قسم تقنيات المعلومات تخصصها في قواعد البيانات وأيضا عندها تي أو تي تدريب المدربين البورد الكلي لتدريب مدرب دولي 2015 يعني تتفضل باحثة وأكيد إحنا نعرفها هي طالبتنا غنية عن التعريف تتفضل إلقاء البحث وأتمنى أيضا مستخلص الفترة 15 دقيقة حتى نتيح فرصة للمشاركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر تقديم دكتورة أمان وأتمنى يكون موضوع البحث هو موضوع شيق للجميع. أتمنى استراتيجية إدارة مخاطر المعلومات ما بين النظرية والتطبيع المركز الوطني للوثائق والمنتجات. ننطلق انطلاق بداية من أهمية المعلومات ودورها وكلنا نعيش في عالم مليء بالصراعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكلها تتمحور في هدف واحد وهو المعلومات. من يملك المعلومات يملك القوة ومن يملك القوة يملك السلطة ومن يملك السلطة يملك النفوذ. فالمواصفة القياسية 15489 اللي هي الايزو بجزئيها الأول والثاني اللي اعتمدتها في إدارة مخاطر إدارة المعلومات الورقية والإلكترونية أطلقت على كلمة المعلومات قيمة. القيمة فالقيمة هو كل ما تملكه المؤسسة من ثروة والثروة دائما تكون محط اهتمام المؤسسة كما إن العنصر البشري قيمة المؤسسة والعنصر المادي
كذلك المعلومات أصبحت قيمة لها جمهورها المستهدف من قبل خارج المؤسسة ولها هناك من يتربص لها. المركز الوطني لا يخفى على أحد أهميته وأهمية ما يملكه من معلومات يمثل تاريخ العراق ماضيه وحاضره، فكان هو أهمية المعلومات الموجودة فيه كانت هي الداعي لفرض هذه البحث. مشكلة البحث، مشكلة البحث نظرا لأن مراكز المعلومات تتعرض للعديد من المخاطر، وهذه المخاطر لا تخفى على أحد منا. أولا المخاطر البيئية وما يشهده العالم من تغير في النواحي المناخ والتغيرات والتقلبات المناخية، كذلك يشهد العالم الآن تغيرات وتقلبات صراعات عسكرية وسياسية واقتصادية، وهذا كله يأثر على المعلومات. لأن كمختصين في المعلومات يمكن أغلب الموجودين من المختصين أنه أغلب الصراعات السياسية دائما أول ما تتجه لأي دولة هي تتجه إلى مؤسسات ومراكز المعلومات، وهذا شهد التاريخ أكثر من شهد يعني أذكره في موضوع. فلذلك حفاظ على المعلومات الموجودة في المركز الوطني والمكتبات هو واجب وطني قبل أن يكون مهمة بحثية نؤديها لغرض مؤتمر أو نتيجة. وما كان لله لينمي. البحث قدم استراتيجية لإدارة مخاطر المعلومات، فإذا قدم استراتيجية لإدارة مخاطر المعلومات فهناك استراتيجيات متنوعة، هناك العديد من الاستراتيجيات، وعلى المؤسسة أن تتعامل مع الاستراتيجية التي تليق مع ما تمتلكه من معلومات. البحث تناول استراتيجية Risk Management Analysis اللي هي استراتيجية إدارة المخاطر بالاعتماد على قياس قيمة الخطر وتأثيره وشدة تأثيره، لأن الخطر في أي مؤسسة الخطر هو ديناميكي، خطر موجود لا يخفى على أحد، وليس هناك مؤسسة تعمل في بيئة بمعزل عن الخطر. الخطر موجود مهما كانت تعمل وفق مواصفات، خطر موجود، لكن مش وقت يتحرك الخطر، خطر ديناميكي يتحرك في شرطين. أولا عند توفر البيئة هو خطر ساكن ويمكن يتغير ويمكن يختفي في مرحلة ما، لكن إذا توفرت للبيئة اللي تشد من شدة تأثيره راح يكون الخطر يتحول إما يتحول إلى أزمة. فإذا تعاملنا مع الخطر أزمة يختلف عن تعاملنا مع الخطر كإدارة، والأزمة تأتي بعد إدارة الخطر. إدارة الخطر معنى الخطر موجود ولكن تم رصده، لكن إذا صار أزمة الخطر أصبح واقع حال، وإذا واقع حال كل ما يتم العمل عليه هو استجابة للمخاطر. خطر موجود أن يتعامل مع الخطر. وإدارة الأزمات يمكن في المكتبات أن أكثر من طالبة عملوا على دراسة الكوارث والأزمات في المكتبات، ويمكن دكتور منعام نعم، لكن إدارة المخاطر هي تسبقها، هي العملية التي تكون أنت من مسيطر على الخطر، أنت بيدك زمام الأمور، أنت من تعرف قيمة الخطر ومكان وجوده وتعمل على رصده. هناك مؤسسات الخطر موجود ولكنها لا تستطيع أن تستغني عن الخطر، بمعنى بالمواصفة القياسية أهزة، يمكن راح تشوفون أنا دائما أحكي المواصفات، يمكن ماجستير ودكتوراة أنا كان جودة ضمن موضوعي. المواصفة القياسية الأيزو حالياً تعمل بمنهج يسموه منهج الإدارة بالمخاطر. ما ممكن أن تكون إدارة موجودة وتتخذ قرار سليم إذا ما كنت محاطاً بالمخاطر. فجودة القرار اللي يتم في ظل بيئة مليئة بالمخاطر يعتمد على ماذا؟ يعتمد على جودة المعلومات. كل ما كانت المعلومات سليمة وتوفرت بالوقت الصحيح والوقت السليم إذن القرار راح يكون سليم، لأن المعلومة إذا جت في غير وقتها انتفت الحاجة منها، والمعلومة ساكنة يمكن إحنا نعرف هذه حركة الاستخدام شو وقت ما احتاجتها. فلذلك اختارينا استراتيجية تحليل الخطر. تحليل الخطر هي استراتيجية تامة تبدي من رصد الخطر وشدة تأثيره ونوع الخطر، وتتناول بكل تفاصيل الخطر وتكون بشكل مفصل. الاستراتيجيات المستخدمة، الاستراتيجيات عدة. الاستراتيجية هي بمفردها البسيط هي عمل فكري، عمل فكري لكن تقوده منه؟ تقوده مؤسسة،
استراتيجية تقودها مؤسسة ليست مثل السياسة أو الخطط، هذه ممكن تضعها مؤسسة أو قسم، لكن الاستراتيجية تكون أعم. فمن أعتمد استراتيجية لابد أن تقودها وتدعمها الإدارة العليا، لأن أنا ما ممكن أفرض على المؤسسة استراتيجية إذا ما تدعمها الإدارة العليا بقرار معلن، ولابد أن تكون هذه الاستراتيجية مدروسة وتلاقي صلاحية ومعلن ومصادق عليها. أنواع استراتيجيات عدة، يمكن مثل ما تلاحظون أمامكم هناك 6 استراتيجيات، ممكن اختصار الوقت هي موجودة، لكن احنا تعاملنا مع الريسك أناليسيس في بحثنا هذا. طبعا قيمة الخطر قسنا هذه المصفوفة، هي مصفوفة قياسية تم أخذها من المواصفة القياسية 31,000 اللي هي معتمدة في إدارة المخاطر، وتقيسها بالاحتمالية بالتأتية، كم مرة احتمال هذا الخطر يصير عندك في فترة زمنية محددة. مثلا تحدد أنه أنت عندك أخطار، هذه الأخطار هي سريعة النشاط، فتحددها مثلا كل 6 أشهر أو كل سنة حسب بيئة عمل المؤسسة. للعلم حتى المواصفات القياسية الآيزو هي أعطت المرونة في تغييرها للمؤسسات، مؤسسات كبيرة صغيرة ذات إمكانية مادية ممكن أن تتعامل معها. فأقوى شدة حددتها المواصفة هي 5، اللي هي 5 × 5 = 25، هي شنو الخطر الكارثي، وهذا يحتمل على كم مرة يتكرر الخطر ونوع تأثيره. فإذا درست المؤسسات الخطر قبل وقوعه عرفت إنه شنو الأخطار، إذن شنو الغاية من الاستراتيجية؟ الاستراتيجية توفر لي شغلة واحدة، إنه المخاطر هي موجودة، فأنا راح أتعامل مع المخاطر الأكثر شدة والمخاطر المتكررة الحدوث، لكن هل أتجاهل المخاطر النادرة الحدوث؟ لا، راح أتعامل وياها، لكن الوقت يمكن اليوم دكتورة خلود ذكرت بالجلسة الصباحية إنه إدارة الوقت، أنت عندك وقت بالمؤسسة وعندك مهام كثيرة، فلابد أن تولي أهميتك للمهام التي تحتاج إلى العمل الآن. أهمية الاستراتيجية ما راح أتناولها، لأن بمعنى عام أهمية الاستراتيجية تنبع من أهمية وعي المؤسسات بما تملكه من معلومات. فأهمية الاستراتيجية إدارة المخاطر هي بأهمية المعلومات، كم قيمة المعلومة بالمؤسسة مهمة، فإذا الاستراتيجية هي مهمة. المنهج اللي اعتمدناه منهجين مثل ما واضحة أمام حضراتكم، المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي. النتائج التي تم التوصل إليها هو كل ما يهمنا بالبحث. أولاً، هناك لا توجد مؤسسة لا تتعامل مع سياسة لإدارة المخاطر، لكن هذه السياسة أما أن تكون جزئية، مثلاً جزء من المؤسسة يعمل بإدارة لكن الجزء الآخر هناك مخاطر متغافل عنها أو لم يتم دراسته، وهذا الخطر إذا ترك لفترة من الزمن ممكن أن يستفحى الخطر ونجد أمام كارثة. لابد أن تكون كل المخاطر متداركة ومسيطر عليها. الاستراتيجيات الموجودة لابد أن تكون معلنة مرصودة موقعة بقرار تدعمها الإدارة العليا. ليش تدعمها الإدارة العليا؟ إذا دعمتها الإدارة العليا أنا راح أضمن أن الموظفين يعملون عليه، لأن هذه استراتيجية تضعها مؤسسة، تضعها السلطة العليا. زين، إذا إحنا وضعنا الاستراتيجية من نضع السياسات، هي أصلاً الاستراتيجية بمفهومها البسيط هي الحلول التي تنقل المؤسسة من حالة إلى حالة أفضل. وكيف تنتقل المؤسسة من حالة إلى حالة أفضل؟ من خلال السياسات، سياسات والإجراءات. السياسات هي ما تخططه آنيا، لكن الإجراءات هي الإجراءات التكتيكية التي يعمل عليها الموظف، احنا نسميها الإجراءات التشغيلية اللي هي عملت من الساعة 8 إلى الساعة 3. المخاطر الموجودة بالمركز يتعامل مع 8 أنواع من المخاطر، المخاطر متنوعة وتم ذكرها أمام حضراتكم حتى نقلل الوقت. أكثرها شدة هو الخطر الكهربائي، والخطر الكهربائي هو سمة العصر حاليا لوجود التوصيلات الرديئة، الأجهزة الغير سليمة، البيئة اللي تتعامل مع درجات حرارة عالية. فالخطر الكهربائي كان هو أشد أنواع المخاطر الموجودة، وتناولت المخاطر 8 من أكثرها شدة إلى أقلها شدة والأكثر منه.
علما ان المخاطر اختراق المعلومات هو كان اقل شده للان انه دائما احنا من كل المؤسسات تدخل بنقاشات دائما تركز على مخاطر الامن السيبراني مخاطر. علما ان المخاطر في اغلب المؤسسات 55% تقع على استخدام النظام، المستخدم للنظام هو من يسيء الى النظام، ونسبه الاختراقات الخارجيه تمثل 2% والفيروسات 5%. فاحنا مثل كنا احنا خلنا نظام باريتو انه ال 28 مو صح دكتوره؟ انه المخاطر ال 8 تعود الى 20% من مخاطر هي مهمله وغير متداركه. طبعا الاستراتيجيه اللي تم العمل عليها هي بناء على الاستراتيجيه المذكوره في المواصفات القياسيه 31000، وهي امام حضراتكم في 4 خطوات. اولا تبدا من تحديد الخطر وتحليله، ثم الانتقال الى المرحله الثانيه اللي تقييم الخطر، وتم تقييم الخطر بنوع كمي ونوعي، والمرحله الثالثه هي معالجه الخطر، ومثل ما ذكرنا المعالجه تكون بالسياسات والاجراءات. يعني من يصير خطر انا ما اخلي الموظف يجتهد في الخطوه التي تلي الخطر، عنده موجودة سياسة معلنة مكتوبة مطبوعة هو مسائل عنها، انه اذا حدث الخطر الكهربائي اول خطوة تعملها كذا، اذا حدث الخطر اختراق للشبكات تعمل هذه الخطوات بتسلسلات منطقية، ويكون اولا الموظف مطمئن، ثانيا المؤسسة تكون ضامنة. لا يوجد هناك ضمان لأمن المعلومات 100%، لكن هي تعمل قدر المستطاع على حماية معلوماتي. التوصيات تطبيق استراتيجية إدارة المخاطر، وإحنا حتى مكتبات ومؤسسات المعلومات تعمل على هذه الاستراتيجية حالياً، لكن بمسميات عدة، منها ما شاهدت أنه أغلب المؤسسات والوحدات اللي هي اللي تتعلق بالسلامة والصحة المهنية يعتبروها هي جزء من إدارة المخاطر، وهذا يعني يحتاج له الوعي بأهمية، لأن الجانب المادي يختلف عن جانب المعلومات اختلافا شديدا، لذلك أغلب المؤسسات تولي هذه المسؤولية لهذه الشعبة وهذه الوحدة، وهذا ما يجعلها قاصرة في أدائها. تطبيق الاستراتيجية يكون قرار معلن، قلنا ما دام هي استراتيجية معناها تتبناها مؤسسة كبيرة، معناها هناك قيمة معلوماتية كبيرة، فتحتاج إلى أن تكون سياسة معلنة وبتوقع وبدعم الإدارة العليا. إذا دعمتها الإدارة العليا راح هي وضعتها وهي من تطلبها، لكن العاملين شنو دورهم؟ هم مطالبين على تنفيذها والعمل على تطبيقها، لأن ما ممكن أن تعمل مؤسسات بقرارات فقط. وتأسيس فريق يعنى بإدارة المخاطر عن المعلومات، طبعا إذا أنت عندك فريق، وطبعا عندنا هسه بالعراق موجود فريق الرئاسه الوزراء يعمل على اداره مخاطر المعلومات، فما نجده في الافق يلوح ان هناك وعي لاهميه المعلومات واداره المعلومات واستراتيجيه المعلومات، وتاسيس فريق عمل ودعم الاداره العليا، وان يكون الشخص المعني على هذا الملف هو شخص يتسم بسمات عده، اللي هي الصبر، اللي هي التعاون، اللي هي الفطنة، اللي هي الدراسة العلمية، وهذه كلها الصفات لابد أن تتجسد في من المعلومات، وأنا أتمنى أكون ما أطلت على حق. شكرا للدكتورة نجلة، حقيقة يمكن ما قاطعتها، قد يكون الموضوع للبعض أول مرة يطرح، فلهذا السبب يعني جاوزتي الوقت، شكرا. الآن نضع الموضوع إلى الأساتذة والحضور لأي سؤال يحبون وجهه. تتفضل دكتورة نعيمة أستاذتنا. ولذلك نحتاج إلى بعض الملاحظات، وأرجو أن تكون الملاحظات هذه ملاحظات لأغراض التعزيز، لأن الموضوعات الثلاث هي موضوعات رائعة. بالنسبة للبحث الأول، صدقني أنا كنت مهتمة وغيرت القاعة حتى أسمع هذا الشيء، وأنا كنت أتوقع أن أرى المزيد، يعني لو تطلع الآن
مفهومة حركات البحث الذكية لوجدت إنه هذه الأشياء اللي ذكرناها اللي هي جنس وعند ووات راح تشوف إنه هذه بدأت مع بداية أوغل أو اليوم، ولكن الآن عندنا الأوتن أكسس وعندنا الناتشرال لانجويج وعندنا باللغة العربية مشاكل لا تعد ولا تحصى، الألف لام إذا كانت جزء من الكلمة أو إذا كانت تعريفية أو إذا كانت كذا تؤدي بنا إلى نتائج كبيرة. أنا كنت أتوقع، أنا متأكدة هذا هو النظار العقل الأفاري النظري للدراسة، لكن الإطار العملي أرجو أن يعني تستلم ما هو حديث لكي تضيف على ما هو قديم، وما هو حديث هو كيف أتعامل مع اللغة الطبيعية أو كيف تتعامل محركات البحث مع اللغة الطبيعية، وبكونك أنت أخصائي معلومات ماذا تحتاج لكي تعرف كيف تعمل تلك المحركات وتجيب الإجابة على احتياجات السفينة. فأتصور أنها تحتاج إلى يعني تطور أكثر مما عرف سابقا ومما تقدم به سابقا. بالنسبة للبحث الثاني، أنا أشكر الثقة في نفسك وأنت تتحدث وتقول إنني أركز على الجانب العملي، بس والله ما رويتني ولا شيء عملي، كنت أريد أشوف شنو هو الشيء العملي. طموحك رائع، ولكن الدراسة عبارة عن دراسة وصفية تتقصى بيها إن العاملين كيف هي وجهة نظرهم حول الواقع المعزز، وهل عندهم إمكانيات أو ما عندهم إمكانيات. وأنا وجدت في النتائج هنالك تناقض أنت أشرت لها ما بين النتيجة واحد وبين النتيجة ثلاثة، فكيف يعني إنه حصل هذا التناقض؟ أنا لا ألوم من استجاب للاستبيان، وقد يكون هنالك في توزيع الأسئلة وطريقة طرحها بحيث لما يكون السؤال رقم واحد نقيضة في رقم 9 أو 10 المستجيب يأشر، خصوصا إذا كانت نعم أو لا يأشر، ولو أدى الاستبيان له سيؤشر بطريقة مختلفة، ولذلك في كثير من الأحيان قد تؤدي بنا هذه إلى نتائج كثيرة. ولكن الذي استوقفني مع هذا كله هي التوصية عندك طمأنة العاملين للحفاظ على خصوصيتهم. أنت ما هي العلاقة بطمأنة العاملين على خصوصيتهم؟ خصوصيتهم ما داخلة بالنظام، أنت تريد تسوي واقع معزز، قاعدة بيانات معززة تعطي معلومة، أنت ما راح تدخل معلومات الخصوصية مالت العاملين. هل خاف من العاملين يفقدون ما لديهم من معرفة وما لديهم من معلومات إذا طبقت في النظام؟ فأعيد النظر في هذه التوصية لعدم تغيير. أما الدراسة الثالثة فجهد جهد وخوف خوف، اسمحي لي بذلك. قلتي أنت تردين تقيسين مخاطر المعلومات، المعلومات سلعة، معلومات سلعة، حال حال أي سلعة. فالمشغولين أنا أريد أشوف إدارة مخاطر هذه السلعة، يعني معناها هذه السلعة راح تجيني نقية صالحة، فيها فيروس، فيها بيانات خبيثة تؤثر، فيها تلوث، يعني معناها أنت راح تقيمين هذه السلعة كمحتوى، وهذا ما موجود في البحث، وإنما أنت تريدين تشوفين مفهوم إدارة المخاطر من قبل مؤسسات المعلومات. وأريد أشوف مؤسسات المعلومات المخاطر عندئذ تكون دراسة تنطبق عليها ما قمت به ومقاييس جيدة جدا ونتائج جيدة، لكن مخاطر المعلومات لحالها تخليني أشوف أنه كأنما أنت تقيسين سلعة. ثم بعد ذلك لما أجيت القسط وجيت للأهمية الأولى وكل اللي عندك تبلين الأهمية، أنه أريد أشوف أهمية استراتيجية إدارة المخاطر في مؤسسات المعلومات. فإذا أنت تدرستين شوفين كيف نديرها من حيث التنظيم، من حيث الواقع، من حيث الاستخدام، من حيث البنية التحتية، من حيث التكنولوجيا، وليس المعلومة كسرعة. ثم انتقلت مرة أخرى إلى أنواع المخاطر، والمخاطر رقم 8 قلتي فقدان وتسريب المعلومات، وتوجهت إلى نظام المعلومات، وهنالك فرق بين النظام وبين المعلومات. فأنا أرى أن تعيدين النظر، هل إدارة مخاطر مؤسسات المعلومات أم
إدارة محاطة استخدام المعلومات وليس المعلومات. أرجو أن لو عدت نظر بها راح تسألين نفسك سؤال مؤخر ومؤكدة راح تسبقين المعلومة بصفة سابقة، إما استخدام وإما مؤسسة معلومات لكي تنضبط الدراسة. وأسفة للإطالة ولكن اشتقت أن أناقش البحث كما كنت أناقش سابقا. هاي الجلسة راح منها 10 دقائق، يعني أنا أطلب 10 دقائق. شكرا. بس هي أشروا لي يعني. أتمنى لكم كل التوفيق، والله مسرورة جدا في هذه الدافعية وهذه الثقة، ولكن توكلوا على الله وأنا أعيد شوية. يمكن أستطيع لأني أشروا لي. تفضل دكتور جعفر. شكرا دكتورة نعيمة، شكرا ملاحظاتك يعني حقيقة. تفضل دكتور. أتمنى أنه البحث الأول حتى لا يدخل في خانة يعني الملاحظات العلمية أن يجعل عنوانه يضيف لعنوان ثانوي يكون دراسة نظرية لكي يتخلص من الملاحظات. يعني البحث جميل ولكن طمأنة العاملين، أنا أطمئن الجميع على الرغم من الآن الصيحات الكبيرة التي تدعو انه الذكاء الاصطناعي سيحل محل علينا ان نتذكر انه عندما بدات الثوره الصناعيه في اوروبا منذ ذلك الوقت ولحد هذه اللحظه الصيحات تتعالى انه يعني يتم التخلي عن كذا وكذا، فليطمئن الجميع. مارشال ماكلوهان ماذا يقول؟ يقول عندما تصل تكنولوجيا المعلومات الى نضجها النهائي سيرجع الجميع إلى مرحلة البدايات الأولى للتواصل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية. البحث الثالث سيدتي الفاضلة، إذا كان البحث عن وضع استراتيجية فالتاريخ البدائي الأول عندما يعني تم خروجنا بفضل الله وفضلكم من الجنة الآمنة إلى الأرض المخيفة أنه الإنسان من هناك بدأ يضع استراتيجية، وهو عندما التجأ إلى الكهوف. هذه أول استراتيجية في الكون وضعها، وأنا يعني جميل بحثك والله يا سيدي، لكن الآن نتحدث عن واحدة من أهم المكتبات في العراق، المكتبة الوطنية أو دار الكتب الوثائقية، لا نتحدث عن وضع استراتيجية. يعني طيب ما هي استراتيجية الموضوعة؟ وإحنا الآن بال 2024. شكرا دكتور. أنا جدا آسفة وأعتذر، يعني دي أشروا لي ودي آسفة من الباحثين جميعا، أعتذر. بس نقدم الشهادات إلى الباحثين. الشهادة الأولى الأستاذ عمار عبد اللطيف. الشهادة الثانية الباحث محمد خلف، الباحث المشترك أو المشارك. بالتوفيق. الباحث الثاني مدرس مساعد أحمد خزعل. بالتوفيق. الباحثة المدرس مساعد رندا منصر صالح ما موجودة، فمنو يقدر ينوب باستلامها؟ تحياتي الشهادة أيضا إلى الأستاذ المساعد دكتور نجم المحسن. بالتوفيق إن شاء الله، نأمل إلى مشاركاتك. شكرا جزيلا أساتذتنا جميعا، ونتمنى الشكر الجزيل للدكتورة على تقديمها وإدارتها لهذه الجلسة، والآن الشكر التحريري سيتقدم به الأستاذ المساعد الدكتور علي الحر لازم، فليتفضل.
شكرا جزيلا للجميع.